اسمعوني زين يا رجالة، أنا لما بقيت رب الدار دي عهدت نفسي وعهدت الله إن يبقى عندي ولاء وعدل ووفاء للدار دي ولإخواتي وولادي من أهل الدار. والعدل يلزم التحري، قولوا لي ليه؟ عشان الحكم يبقى عادل وصحيح. أو حسن وأمير كانت تهمتهم الأولى إيه؟ إن هم خانوا الأمانة، ما عرفوش يحافظوا عليه. وأنا عمري ما كان يجي في بالي ولا في بال أي حد إن حسن وأمير يطلعوا خاينين. دي لقيتها في صندوق حسن العطار، سم فران. حسن العطار حط السم في الوكل لإخواته من أهل الدار. اللي قوليلي يا خالتي، هي مين البت اللي أنا شفتها طالعة مع تمانية دي؟ أنا عارفة يا أختي، ما جايب المحروس. هو الواد ده مفكر البيت ده مخور ولا إيه؟ وانتي من امتى بتوافقي على الكلام ده يحصل في بيتك يا ام يحيى؟ اعمل له ايه؟ هو من ساعه ما ربنا فتحها في وشه ومحدش عارف يكلمه، ومش عارفه اشمعنى البيت دي بصراحه. تلاقيه غلط معاها ولا يمكن دخل مزاجه. يا لهوي، هو اليوم باين من اوله اهو، ده اللي باخده منكم. انا داخله انام. مالك؟ تأخر عليكي؟ هو مين ده؟ اللي جايبك هنا يحيى بيه. هو فين يحيى؟ أنا عايزاه ضروري. ده أنت بجحة قوي، ومش عايزاني أقول له حاجة كمان؟ أنا مش عايزة أي حاجة، أنا مش عايزة حاجة غير إني أمشي من هنا. ساعديني أمشي من هنا بس. هو أنت أصلاً كان في حد مسك فيكي؟ ما تمشي. قوليلي، هو بيحبك؟ هو مين ده اللي بيحبني؟ يحيى ده اخويا. بلاش بقى تكدبي عليا وتقعدي تقولي لي اخويا ومش اخويا. لو بيحبك قولي لي. هو خلاص ما بقاش بيرد عليا ولا حتى بيكلمني، بس حرام عليه يجيبك لغايه هنا وانا اشوفك. ده انا برضو لحم ودم يا ناس وما استحملش. يحيى اخويا بجد، انا بنت زين العطار ابو يحيى. بجد والنبي؟ امال ليه خالتي هناء بتقولي يا بنت اللذينة يا خالتي هناء؟ طول عمرك مرة سوي وانا عارفاكي. ماشي، وانت بقى يا بنت العطارين جاية عندنا هنا تعملي ايه؟ معرفش، خطفوني وجابوني هنا. انا مش عارفة اصلا هم جابوني هنا ليه، مش عارفة هم عايزين مني ايه، ومش عارفة هيسيبوني امشي امتى. بقولك ايه، هو انت ممكن تكلمي اهلي؟ انا ممكن اديكي الفلوس اللي انت عايزاها، بس كلمي اهلي وقولي لهم ان انا هنا. وحياة امك، جيتي السكة غلط يا حلوة. انا متخانقه مع يحيى لكن ابيعه لا. اكسكيوز مي، القلق اللي كان تحت خلص خلاص، يلا عشان نرجع المخزن تاني. ايوه يا سيدي، مين قدك بقى النهارده؟ حبيبك خلاص هيقع. هو حبيبي لوحده يا اكرم بيه؟ ده حبيبنا كلنا اللي جاي وجايب معاه الدبوره. ايوه بس يعني ايه اللي يخلي محسن بيه يهتم بعمليه كبيره قوي كده؟ مش عادته يعني، ما انت عارف. وش معلومات مؤكده، عمليه متسلمه ومتقشره، يقول لا لا ليه؟ كان بيقول لأ زمان يا جو، ولا ناسي؟ يا معلم احنا في النهاردة، نركز في النهاردة. وبعدين محسن باشا عارف إن زكريا هو اللي ورا موت متولي ومعرفش يثبت عليه حاجة، ودي فرصته. يا أكرم، محسن باشا مش وحش زي ما أنت فاكر، لأ ده كان زيه وزيك زمان. وبعدين كده واضح إن زين العطار باع له الباعة صح. تفتكر إن هاشم الدهبي هو اللي مسلم زكريا؟ أنا افتكرت على فكرة، في واحد اسمه هاشم كلم محسن بيه وانا قاعد عنده في المكتب، ولما محسن بيه خد باله ان انا خدت بالي من الموبايل خرجني بالطريقه. يعني مصر كلها ما فيهاش غير هاشم الدهبي واحد؟ والله يا جون احساسي بيقول لي ان هو هاشم الدهبي. والله احساسك ده هو اللي ودينا في داهيه. يلا يا عم، يلا ورانا شغل كتير النهارده، اليوم لسه طويل. ايه يا عيشه، عايزه ايه؟ انت ليه عملت فيا كده يا صالح؟ يا بنتي واحنا هنعيده تاني؟ في ايه؟ انت فاضيه ولا مراكيش حاجه تعمليها؟ مالك؟ رد عليا يا صالح.
ليه ما رضيتش تتجوزني وهملتني ليه؟ عشان مش قد المقام صح؟ صح ولا لا؟ مقام ايه وكلام فارغ ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مالك؟ بقولك ايه يا عيشه؟ اهدي عليا شويه عشان انا فيا اللي مكفيني. ارجوكي هبقى اكلمك بعدين، هبقى اكلمك بعدين يا ستي. ما بكيش فيها بعدين. خلصت خلاص يا صالح. خلصت خلاص. تمام يا بنت عمي، سلام. تعالي يا بنتي تعالي، سيبك من اللي انت بتعمليه ده، انا مش ضيفه. ده شاي يا ريهام مش حاجه. مالك يا نادية في ايه؟ أنا حامل. نعم؟ من مين؟ زكريا. زكريا؟ ازاي؟ زكريا متجوز. أصل أنا ما لقيتش حد غيرك أستأمنه على السر ده، بس والنبي ما تقولي لحد. لا هي دي حاجة ما تتقالش أصلا. أنا عارفة بقى. طب وهتعملي ايه طيب لما يبان إن أنت حامل؟ لا ما هو زكريا قال لي إن هو هيعلن جوازنا. جوازكو؟ هو أنت وزكريا اتجوزتوا؟ ازاي يعني؟ وبعدين انا عارفه ان زكريا اصلا ما بيخلفش. لا ده العيب طلع من مراته. طب ده انت المفروض تفرحي. افرح؟ ده انا هموت من الرعب. انت في بطنك دلوقتي اهم واحد في عيله العطارين، حفيد زين العطار، ويبقى بقى حظك ونصيبك لو جبتي له الولد. تصدق ان عم حسن يعمل كده يا عم عمر؟ قلت لك الف مره حسن وامير غيرنا. هقول من تاني، حسن ولد زين العطار انا نفسي مطلع السم ده من قطه من الصندوق بتاعه في نفس اليوم اللي نص عيال الدار اتسمموا فيه. والله العظيم ما حصل، البتاعه دي ما كانتش في اوضتي. حاسب على كلامك يا حسن، شوف بتكذب مين. انا مطلع السم ده بنفسي وانا بفتش قطك. وكان معايا عمار. عمور قرب. كنت معاي ولا بفتش اوضه حسن ولا لا؟ كنت معاك. قبل ما تقول على اللي شفته احلف الاول. وحق كتاب الله، العلبه دي كانت من صندوق حسن العطار. ها قلت ايه؟ أنا هسم إخواتي بعد السنين دي كلها؟ أنت بتسألني ولا بتسأل نفسك يا حسن؟ ماشي يا عم سبيح، لو فرضنا إن العلبة دي كانت في أوضة حسن، مين بقى اللي قال لك إن اللي فيها ده سم؟ عزيز، عزيز اللي اتصدم فيك يا حسن، عزيز دوب السم وسقاه لحمامه. الحمامة ماتت وعزيز قافل على نفسه. والله العظيم ما حصل. ما اديتلكش حق الكلام يا حسن. الحكاية باينة، لو عندك حاجة قولها، ما عندك شيء ما تتكلمش. أنا بكلم إخواتي اللي في الدار، إخواتي اللي عارفيني كويس، ومش بكلم أي حد تاني غيرهم. أنا عندي كلام كتير ممكن أقوله، بس عارف إنه ملوش أي لازمة. عارفين ليه؟ عشان الحكم مش في إيديكم، بس أنتوا تصدقوا إن أنا ممكن أذيكم؟ ولو فعلا صدقتوا يبقى هو ده العقاب، والموت هيبقى أرحم كتير. ساعتها حتى الموت مش هيبقى ليه أي لازمة. ساعتها أحس إن عمري كله كان مجرد حلم، حلم واتقلب لكابوس. ولو مش مصدقين دوروا على مين هنا وسطنا عايز يأذينا، وشايف ان ارواح اخواتنا حاجه تافهه بالنسبه له، قصاد ان هو ممكن يأذينا انا شخصيا. خلاص يا حسن خلص الكلام ده. بدال يا راجل ما تعترف بالخيانه، لا بتزود عليها الكذب كمان وبتشكك في اخواتك. دلوقتي مالكش كلام عندي، الحكم هيكون حالا دلوقتي. انا شفت ان حسن هو الابن الفاسد،
اللي بيهد في البيت الطاهر اللي بناها ابوها الله يرحمه. حسن هو قابيل اللي بيقتل اخواته. حسن هو الشيطان اللي بيجسد نفسه في صورة حلوة عشان يبان بيها قدامكم، وعلشان يكده الحكم على حسن لازم يكون قاسي.